السلام عليكم عمي مختار، تحية لك وتحية لكل الشعب التونسي الشقيق. عمي مختار، من نهار غسلت المحرك ولا عندي هاد صوت الريح اللي راك تسمع فيه. كي نقلل من السرعة ينقص، كي نزيد من السرعة يزيد، هاد الصوت تاع الريح منين المصدر تاعو ما على باليش. على بالي بلي طاروا لي واحد الاسفنجات جايين على الرادياتور المبرد، طاروا لي من المنطقة ما صبتهمش، خاطر غسل لي المحرك بالكراشور، لكن هاد الصوت هذا يشبه صوت الطائرة. أنا نخليك تسمع الصوت جيدا. شوف، كنت المحرك تاعي ما نسمعلوش اطلاقا، شوف كيش وليت نسمع عمي مختار، شوف كيش وليت نسمع الصوت. كأنما راني نسوق داخل غرفة المحرك. شوف عمي مختار، شوف شوف عمي مختار، الصوت صوت مزعج، ضجيج من الهواء. شوف، قلل من السرعة، روتري غرادي تروازيام، خليهم يروحوا. ضجيج من الصوت. تسمع مي مختار، ولا عندك معلومة أفيدنا يرحم والديك. وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله.